بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني وهو بعنوان المعالجة المحاسبية للاستثمار في الأسهم. فكرة الاستثمار في الأسهم إن بعض الشركات بيكون عندها فائض من المال. الفائض ده بتبتدي إن هي تشتري فيه أسهم في شركات أخرى. في الحالة دي بيسمى الاستثمار في الأوراق المالية أو الاستثمار في الأسهم. أنا يهمني هنا بعض النقط المهمة. أول حاجة موضوع، طيب الشركة تقوم بإثبات عملية الشراء إزاي؟ عملية الشراء، قيد الشراء زيها زي أي قيد شراء للأصول، هنقول من حساب استثمارات في أوراق مالية في الجانب المدين، وفي الجانب الثاني حساب البنك أو الخزينة. الرقم اللي بيتحط فيه بقى المبلغ إيه؟ عبارة عن ثمن الأسهم، ثمن شراء الأسهم اللي هتبقى موجودة، زائد كل التكاليف اللي موجودة في الأسهم، زي تكاليف العمولة وعمولة السمسار. طيب تاني نقطة، وهي لو في إيراد جاري من استثمار في الأوراق المالية. في بعض الأحيان الشركة لما بتشتري أسهم في شركة تانية، الشركة اللي احنا اشترينا فيها ساعات بتبتدي إن هي توزع أرباح، اللي هو الكوبون هيبقى موجود. في الحالة دي أنا لو هاخد إيراد منه هقول والله من حساب البنك في الجانب المدين إلى حساب إيراد الاستثمار. وهنا بقى تالت نقطة، وهي المشكلة بقى الأساسية، إزاي نعمل عملية تقييم للاستثمارات المالية في نهاية كل سنة. في نهاية كل سنة ببتدي إن أنا أعمل تقييم للأسهم اللي أنا اشتريتها، وبقارن ما بين قيمته في نهاية السنة والقيمة اللي أنا اشتريت بيها. زي ما واضح قدامنا دلوقتي، بيبقى عندي ممكن تبقى القيمة السوقية ممكن تبقى أكبر من التكلفة. يعني أنا سي مثلا كنت مشتري السهم ب 1000، في نهاية السنة بقى ب 1200، فالقيمة السوقية هنا بقت أكبر. في الحالة دي أنا حققت أرباح، بس الأرباح دي مش أرباح حقيقية، دي مش أرباح حقيقية، دي أرباح جاية من خلال التقييم، فبقول عليها من استثمارات في أوراق مالية إلى فائض إعادة التقييم. طبعا فائض إعادة التقييم جه في الجانب الدائن عشان دي أرباح، والأرباح دايما دائنة. طيب دي الحالة الأولانية، إن ممكن تبقى القيمة السوقية أكبر من التكلفة. طب لو القيمة السوقية أقل من التكلفة، في الحالة دي الشركة حققت خسارة. فبسأل نفسي سؤال، هل انا كنت عندي قبل كده فائض اعاده تقييم قبل كده؟ لو كان عندي فائض فبقفل، بقول فائض اعاده تقييم للاستثمارات. لو كان الشركه ما عندهاش اي فائض قبل كده، بيتقفل على طول الخساره دي في حساب من حساب مخصص بخلاف الهلاك الى مخصص صعود اسعار اوراق مالي. وهنشوف ده في شكل تمارين عملي في السلايد اللي بعد كده. التمرين الاول، طبعا معانا ورقة وقلم ونشوف. نقول اشترت احد الشركات 20 سهم من اسهم الشركة البركة بسعر 1000 جنيه. يعني اشترت 20 سهم والسهم الواحد ب 1000 جنيه، يعني تمن الشراء بتاعت الاسهم 20000 جنيه، زائد في عمولة السمسار ب 2000 جنيه، يبقى المبلغ المدفوع كله 22000 جنيه. نقول تاني، الشركة اشترت 20 سهم من اسهم شركة البركة، يبقى 20 سهم في 1000 تمن شراء السهم ب 20000، ودفعنا 20000 جنيه عموله، يبقى 22000 جنيه تمن الشراء. قيد الاثبات ده هنقول من حساب الاستثمارات في اوراق ماليه في الجانب المدين بالمبلغ كله 22000 الى حساب البنك. ده قيد الشراء. طيب بيقول لي في نهايه السنه الاولى كده، في نهايه السنه الاولى تم تقييم الاسهم، ووجد ان سعر السهم بقى ب 1200. نفتكر كده مع بعض، السهم كان بكام؟ قيمة السهم كان ب 1000 جنيه، في نهاية السنة بقى بكام؟ بقى ب 1200. معناها إن حصل ربح ولا خسارة في الأسهم؟ حصل ربح، السهم سعره زاد من 1000 ل 1200، يعني زاد 200 في ال 20 سهم، يعني 4000 سهم. في الحالة دي ده ربح، فالربح طبعا في الجانب الدائن بنقول فائض إعادة تقييم الأوراق المالية، وفي الجانب المدين نقول من حساب الاستثمارات في الأوراق المالية. يبقى القيد كده على بعضه، من حساب الاستثمارات في الأوراق المالية إلى فائض إعادة تقييم ب 4000 جنيه. طيب اخر سعر كده، يبقى احنا كده نمشي مع بعض. انا اشتريت الاول ب 1000 جنيه السهم، في نهايه السنه الاولى السهم بقى ب 1200. طب في نهايه السنه الثانيه السهم بيوصل ل 900. السؤال هنا بقى، بقارن ال 900 بايه؟ هل بقارن ال 900 بال 1000 ولا بال 1200؟ هنشوف مع بعض بالنسبه للتقييم بتاعه. بقارن ما بين اخر سعر موجود عندي، اخر سعر كنت انا وصلت له 1200، معناها ان الاسهم دي انخفضت 300 جنيه. يبقى انا عندي خساره التقييم 300 جنيه في ال 20 سهم ب 6000 جنيه، بس الاقي ان انا عندي خساره كام؟ 6000، بس انا كان عندي فائض هنا زي ما واضح قدامنا ارباح بكام؟ ب 4000. يبقى انا اول مره قيمت الاسهم كسبت كام؟
كسبت 4000 جنيه، تاني مرة في التقييم خسرت 6000، كل دي خسارة وأرباح غير حقيقية. فباجي أقول أنا خسرت 6000 بس أنا كنت كسبان 4000 قبل كده، يبقى أنا هخسر 4000 تاني اللي أنا كسبتهم قبل كده، والباقي يتقال عليه مخصص بخلاف الإهلاك زي ما موجود قدامنا دلوقتي. يبقى هقول فائض عائد التقييم لحساب الاستثمارات ال 4000 والفرق ال 2000 الزياده دول بقول من حساب مخصص بخلاف الاهلاك الى مخصص هبوط الاسعار بالاوراق الماليه. طيب ساعات بعض الشركات عشان تبتدي ان هي تتجنب فكره ان الاسهم تعلى او تنخفض او يحصل مشاكل في الاسهم، فبتلجا لحاجه اسمها بروتوفوليو او محفظه الاستثمار، ان الشركه تبتدي تحط فلوسها في اكتر من اسهم لشركه، بحيث لو سهم شركة ارتفع واحد انخفض فالخسارة تبتدي ان هي او المكسب يبتدي ان هما يحملوا بعض. على سبيل المثال هو نفس القيود مش هتختلف معانا، بس هنختلف ما دام بنقول استثمارات في اوراق مالية نقول محفظة الاوراق المالية. فعلى سبيل المثال التمرين الثاني، ان احد الشركات اشترت احد الشركات اسهم من الشركة سين بتكلفة 10000 جنيه، واشترت من اسهم الشركة صاد ب 6000 جنيه، وقررت تكوين محفظه. هنا بيقول لي تكوين محفظه، ثمن الشراء كام؟ 10000 من سين و6000 من صاد، يبقى 16000 جنيه. يبقى القيد بتاعي هنشوفه في اللي جاي هيبقى بالمبلغ 16000. وفي نهايه العام تم تقييم الاسهم، وكانت اسعار الاسهم لسين 12000 والصاد 5500. نلاحظ هنا ان سهم الشركه سين حصل له ايه، مكسب ولا خساره؟ كان السهم ب 10 بقى ب 12، يعني كده زاد كام؟ 2000 جنيه ربح على التقييم. طب الشركة صاد كام؟ كان بستة بقى ب 5500، يعني انخفض 500، يعني المبلغ الإجمالي كله ربح 1500 جنيه. نشوف مع بعض القيود بتاعتنا. أول حاجة قيد الشراء، لما اشترينا هنا نلاحظ ان احنا ما قلناش استثمارات، هنقول على طول محفظة اوراق مالية، يبقى بنقول من محفظة الاوراق المالية الى حساب البنك ب 16000، اللي هي ال10 بتوع سين و6 بتوع صاد. لما عملنا تقييم الاسهم حصل لها ايه؟ حصل لها طبعا ربح 1500 جنيه، يبقى نقول من محفظة اوراق مالية الى فائض عائد التقييم. طيب مثال ثلاثة، لو افترضنا ان في المثال اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي ان في التقييم ان اسهم الشركة سين بقت ب 11 واسهم الشركه صاد بقت ب 4000، يعني الاجمالي كله كام؟ 15000 جنيه. يبقى انا عندي كده ايه، كان عندي الاسهم مشتريها ب 16 وانخفضت بقت ب 15. اسال نفسي كان عندي ارباح قبل كده؟ لا، ده مثال لوحده منفصل. يبقى انا الشركه انخفضت الاستثمارات فيها ب 1000 جنيه، يبقى نقول وبما ان ما عنديش ارباح اعاده تقييم قبل كده، فبقول من مخصص بخلاف الاهلاك الى مخصص هبوط اسعار اوراق، او مخصص هبوط اسعار محفظه اوراق مالية. طيب يبقى احنا كده شفنا النقط اللي احنا اتكلمنا عنها. اول نقطة لو بنشتري الاسهم او بنشتري استثمارات في اسهم في شركات بنشوف قيد الشراء ازاي، لو بنعمل عملية تقييم، لو في توزيعات للارباح، ولو شفنا لو كان في محفظة. النقطة اللي بعد كده والاخيرة هي في بيع الاوراق المالية. لو الشركة قررت في يوم من الايام ان هي تبيع الاسهم اللي هي اشتريتها في الشركة دي، هنقارن ما بين هنا بقى اللي هيتحقق هنا الربح او الخساره، هيبقى ربح حقيقي جاي من عمليه بيع وشراء مش ربح تقييم. فلازم اخد الاسهم اذا كانت الاسهم قد سبق تقييمها وتحقق فائض، لابد من اخذ هذا الفائض في الحسبان عند البيع. يعني لو انا كنت مشتري سهم والسهم ده عملت له تقييم في نهايه السنه وحقق فائض، يعني كنت مشتري سهم ب 1000 وبعته ب 1200، يبقى انا كسبان ارباح اعاده تقييم كام؟ اللي هي فائض على التقييم بكام؟ ب 200، وبعته بعد كده لازم اخد الفرق اللي حصل ده ال 200 اللي هو التقييم اربع تقييم في الاعتبار عند البيع. طيب نشوف بقى الكلام ده في تمرين. طيب بالورقه والقلم كده ونبتدي مع بعض. طيب اذا كانت تكلفه السهم 1000 وفي نهايه السنه الاولى بقى ب 1060 تقييمه، وبعد شهرين تم بيع السهم بمبلغ 1200 كده، يعني لو رسمنا خط كده واحنا بنشتغل وقلنا السهم كنا مشترينه ب 1000، في نهايه السنه لما عملنا له تقييم بقى ب 1060، وبعدها بشهرين بعناه ب 1200، يبقى انا عندي اول حاجه قيد الشراء، اشتريت الاسهم بكام؟ ب 1000. وزي ما احنا اتعلمنا ان انا قيد الشراء بيثبت زي ما هو، بنقول من حساب استثمارات في اوراق ماليه لحساب البنك بثمن الشراء. طيب لما حصل تقييم، التقييم بالنسبه لي مكسب ولا خساره؟
السهم سعره زاد، بدل 1000 بقى ب 1060، يعني زاد 60 جنيه، يبقى ده الربح بالنسبه لي او الفائض دائن عشان ربح. فبقول من حساب استثمارات في اوراق ماليه الى فائض عائد تقييم الاوراق الماليه. طيب بعد شهرين بعناه، بعناه بكام؟ ب 1200. القيد عشان اعمله الخاص بالبيع بيبقى كالتالي: اول حاجه في الجانب المدين بكتب البنك، والبنك بحط فيه سعر البيع اللي هو كام؟ 1200. طيب وفي الجانب الدائن، شوف انا ابتديت الاول بايه؟ بالبنك، ابتديت الاول بالبنك وهو ال 1200 في الجانب المدين، وفي الجانب الدائن هقفل الاستثمارات في الاوراق الماليه باخر سعر كان موجود عندي اللي هو كان 1060. كان عندي السهم بكام؟ ب 1060. وعندي الارباح اللي موجوده، كان عندي ارباح او كان عندي فائض اعاده تقييم اللي هي الارباح غير حقيقيه، كانت الفائض دائم بكام؟ اللي كانت موجوده ايوه كانت ب 60 في الجانب الدائن في القيد اللي قبليه، فتتقفل هي دائن تتقفل مدين، فتتقال فائض اعاده تقييم. كده نشوف مع بعض الجانب المدين مجموعه كام؟ 1260 يبقوا كام؟ 1260. طب وفي الجانب الدائن؟ هنلاقي الاستثمارات ب 1060، كده في فرق 200 جنيه 200 جنيه اللي هي ارباح بيع اوراق ماليه. يبقى نقول تاني، يبقى لما افقد البيع ببتدي الاول في الجانب المدين بالبنك وسعر البيع، والغي لو كان عندي فائض بلغيه، الفائض كان عندي دايم ب 60 اقفله في الجانب المدين اقول 60، وفي الجانب الدائن الغي الاستثمارات بتاعتي باخر سعر كان موجود عندي اللي هي ال 1060. والفرق ما بين الجانب المدين والجانب الدائن هو ده، لو ظهر الفرق ده في الجانب الدائن اسمه ارباح بيع اوراق ماليه، طب لو ظهر في الجانب المدين اسمه خسائر بيع الاوراق الماليه. ده بالنسبه لي في التمرين اللي احنا شفناه دلوقتي. طيب تمرين تاني، إذا كان تكلفة السهم بالنسبة لي 1000، نكتب مع بعض كده لو أو القلم، كنت مشتري السهم ب 1000 وفي نهاية السنة الأولى بقى ب 850، وبعد شهرين بعناه ب 800، القيد إزاي؟ أول حاجة إحنا اشتريناه ب 1000 قيد من حساب استثمارات في أوراق مالية لحساب البنك ب 1000 جنيه. طيب حصل انخفاض، كان ب 1000 بقى ب 850، حصل انخفاض كام؟ 150. طب انا بص عندي هنا دلوقتي ما الاقيش اللي انا كان عندي ارباح اعاده تقييم قبل كده، اللي موجود عندي خساره فقط، فبقول من مخصص بخلاف الهلاك الى مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه بال 150. طب في نهايه السنه انا بعت ب 800، هقول ايه؟ زي اللي احنا اتعودنا عليه، لما نيجي نبيع في الجانب المدين هنقول البنك وهو سعر البيع، البنك هنقول 800، ونلغي الاستثمارات اللي موجوده، الاستثمارات كانت بكام تكلفتها؟ ب 1000 في الجانب الدائن. طيب ونقفل مخصص هبوط الاسعار كان داين في المدين ب 150، ونستنتج كده يبقى انا عندي دلوقتي لحد دلوقتي في الجانب المدين في البنك ومخصص هبوط اسعار بس دلوقتي 800 و150، يعني 950، وعندي استثمارات في الجانب الدائن ب 1000، يبقى الفرق ما بينهم 50 في الجانب المدين اللي هي خساره بيع الاوراق الماليه، وظهرت في الجانب المدين يبقى دي خساره بيع الاوراق ماليه ودي خساره حقيقيه. طيب حاله عامه بقى اللي هنشوفه دلوقتي تمرين حالة عملية كاملة. العمليات الآتية تخص إحدى الشركات: في أول يوليو اشترت الشركة عدد 500 سهم من أسهم الشركة س بسعر 90 جنيه للسهم وعمولة 2000 جنيه، وفي تاريخ تاني اشترت 5 يوليو اشترت 900 سهم من أسهم الشركة ص بسعر السهم 60 جنيه للسهم وفي عمولة 500 جنيه. تعال نشوف مع بعض الاول، اول قيدين دول يتم اثباتهم ازاي. اول قيدين يتم اثباتهم كالتالي: هنقول من حساب اللي هي الشركة س، هنا ما قاليش محفظة، خلي بالنا من التمرين، هنا قال استثمار عادي، ما قلتش اللي انا جبت السهمين وحطيتهم في محفظة، لو محفظة كنت عملتهم في قيد واحد، هنا ده استثمار في شركة س وص وما قاليش كونت محفظة. هقول بالنسبة للشركة س 500 سهم والسهم كان ب 90 جنيه، يبقى 500 في 90 زائد ال 2000 جنيه اللي هي العموله، يبقى المبلغ كله 47000 جنيه من حساب استثمارات في اوراق ماليه خاص بالشركه س الى حساب البنك او الخزينه. طيب وبنفس الموضوع بالنسبه للشركه ص، هقول استثمارات في اوراق ماليه، استثمارات في اوراق ماليه للشركه ص الى حساب البنك وعباره عن 900 سهم في 500 في 60 جنيه للسهم، هيطلع 54000 زائد ال 500 جنيه العمولة يبقى 54500.
طيب بعد كده في النقطة 3 في ديسمبر قررت الشركة سين إن هي توزع أرباح على المساهمين قدرها 2 جنيه لكل سهم. نشوف مع بعض بقى في الصفحة اللي بعد كده إزاي هنعمل القيود للنقط من 3 ل 6. نقطة 3 وبنقولها تاني إن الشركة سين قررت إن هي توزع أرباح 2 جنيه لكل سهم. طب أسأل نفسي سؤال، هو أنا معايا كام سهم من الشركة سين؟ معايا 500 سهم من الشركة سين. الشركة سين قالت هوزع 2 جنيه لكل سهم، يبقى أنا ليا كام فيهم؟ 500 فعلا، 500 سهم في 2 جنيه يعني أو زي ما شايفين قدامنا، هقول من حساب البنك إلى حساب إيراد الاستثمار اللي هي ال 500 سهم في ال 2 جنيه. طيب النقطة 4 اللي هي كانت بتقول في 15 ديسمبر قررت الشركة بيع 200 سهم من أسهم الشركة سين بمبلغ 100 جنيه للسهم. أفتكر معايا كده وأقول إن الشركة إحنا اشترينا 500 سهم من سين، السهم كنا مشترينه ب 90 جنيه، ما كانش في تقييم ولا حاجة، بعنا 200 سهم وبعنا السهم ب 100 جنيه، كسبانين ولا خسرانين؟ كسبانين، لأن السهم كنا مشترينه ب 90 بعناه ب 100. القيد إزاي؟ أول حاجة قلنا في الجانب المديني البنك اللي هو سعر البيع، إحنا بعنا كام سهم؟ عدد الأسهم 200 في 100 ب 20,000، ده في الجانب المدين. طب في الجانب الدائن هنقول ايه؟ في الجانب الدائن هنقول، في الجانب الدائن هنقول استثمارات في اوراق ماليه، وهي عباره عن عدد الاسهم 200 سهم في 90 جنيه اللي هو ثمن الشراء بالنسبه لي. ثمن الشراء يبقى 200 في 90 ب 18,000، والفرق ما بين ال 20,000 في الجانب المدين وال 18,000 في الجانب الدائن 2000 جنيه ظهرت في الجانب الدائن، وما دام الفرق بيظهر في الجانب الدائن يبقى ارباح، لو في الجانب المدين يبقى خسارة بيع أوراق مالية. طيب دي النقطة الرابعة. طيب في النقطة الخامسة بالنسبة لي النقطة اللي بعد كده، في 18 ديسمبر قررت الشركة بيع 500 سهم من أسهم الشركة صاد. أرجع أسأل، هو أنا اشتريت كام سهم في شركة صاد؟ اشتريت 900، والسهم كنت مشتريه ب 60 جنيه، قررت إن أنا أبيع من ال 900 دي 500 سهم والسهم بيعه ب 50، بداية كده عندي خسارة لأن كنت مشتريه ب 60 بعته ب 50. طب نشوف مع بعض القيد يتعمل ازاي. في الجانب المدين أول حاجة أبتدي في المدين بالبنك، وهو عبارة عن عدد الأسهم المباعة اللي هي 500 في سعر البيع 50، 500 في 50 ب 25,000. طب في الجانب الدائن ألغي الاستثمارات، والاستثمارات بتتلغي بالتكلفة اللي أنا كنت مشتري بيها. استثمارات بكام؟ 500 سهم في، كنت مشتري السهم بكام؟ ب 60 جنيه، 500 في 60 ب 30,000 جنيه. نلاقي ان في الجانب المدين 25,000 وفي الجانب الدائن 30,000، الفرق ما بينهم ايه؟ ايوه الفرق ما بينهم فعلا 500 جنيه في الجانب المدين، وظهرت عدم الفرق في الجانب المدين يتقال عليه خساره بيع اوراق ماليه. طيب اخر نقطه، نقطه 6 اللي هما اخر قيدين موجودين قدامنا، ان هو في اخر ديسمبر تم تقييم اسهم الشركه سين. عملت تقييم لاسهم الشركه سين، وعملت تقييم لاسهم الشركه صاد. اسهم سين والسعر اصبح 85، وصاد السعر اصبح 500. ارجع اسال نفس السؤال، انا كنت مشتري كام سهم في شركه سين؟ كنت مشتري 500 وبعت 200 سهم، يبقى بقى معايا 300 سهم. كنت مشتري السهم ب 90، اصبح السهم ب 85، يعني حصل ايه؟ حصل انخفاض في سعر السهم 5 جنيه في كام سهم؟ في 300. ال 300 دي جت منين؟ عدد الاسهم المتبقيه، 300 سهم دي الاسهم المتبقيه، كان عندي 500 اشتريتهم وكنت بعت 200، فضل معايا 300، 300 دول انخفضوا ب 5 جنيه يبقى ب 1500. وبما ان ما عنديش قبل كده فائض فبقول من مخصص بخلاف الهلاك الى مخصص هبوط اسعار ب 1500. طيب ده التقييم بالنسبه لسين. طب التقييم بالنسبه لصاد، انا كنت مشترك في صاد 900، بعت كام من صاد؟ 500، يبقى فاضل معايا او باقي معايا 400 سهم من الشركه صاد. كنت مشتري السهم ب 60 جنيه والسهم تقييمه بقى ب 65، يعني زاد 5 جنيه، يعني انا عندي ارباح اعاده تقييم 400 سهم اللي هم المتبقي في 5 جنيه يبقى ب 2000 جنيه. وبما ان ده ارباح يبقى بنقول من استثمارات في اوراق ماليه في الجانب المدين الى حساب فائض اعاده تقييم الاوراق الماليه.